يعطيكم العافية ورجعنا لكم بفيديو جديد من أخوكم البوب. اليوم يا أخوتي كان رح نحكي عن شيء كتير عم نسأل عنه وعطول لازم دلنا نوضح ونحكي معكم للآخر. أنا يا أخوتي معكم للآخر عطول شو بتسألوا جاهزين، شو الفرق بين الجيك والكاسل؟ كمان عطول نسأل عن هذا السؤال. فيا أخوتي الجيك بستخدم فيهم هدول الجيكات، هدول بصيدوا من قولون جيكين. لا نشتغل كاستينج نشتغل باللور بالبساطة، هو بيجي فينا اثنين تريبل لور او ثلاثة حسب طول اللور حسب وزنه، في منهم بيجي لسان كبير لسان لتحت اكتر، يعني كل واحدة الى دور تنزل اكتر بتغرق، في منهم بيفوش في منهم اللي بيغرق. هذا المستخدمون للكاستينج والمستخدمون للجيكين. هلا في اشخاص بتقلي انه انا بشتغل كاستينج كمان على الجيك، صحيح في جيكات من حد بيشتغل عليهم كاستينج كمان، بس انه نحن عم نحكي بشكل عام، ما عم نفوت كتير نغمق مشان الشباب المبتدئين ما نوجع لهم راسهم. يعني فينا نشتغل مثلا هيك هول جيك، هيدي فينا نشتغل عليها جيك فاز جيك، فينا نشتغل عليها كاستينج، يعني هدول بس بهذا البادي. في بادي غير كمان اكيد بنشتغل عليهم، هذا البادي كمان بيجي كمان فيك تعمل فيه كاستينج وعن تجربة، يعني شيل عليها لمبوك يعني فعطيت زتات الفش اخدتها دغري. ف فينا يعني الجيك فينا نعمل كاستنج كمان، بس انه في جيكات معينين ما فينا جيكات سلو نشتغل عليهم كاستنج تمام، بس مشان الشباب المبتدئين ما بدنا كثير نصدعهم وجع لهم الراس مشان ما يكرهوا هذا الصيد، بس نستخدم هول جيك بس نستخدم هول كاستنج. خلينا هلا هيك على الخفيف، والفيديوهات الجايه بنحكي كثير قصص ما تحكى له للهم. يلا يعطيكم العافيه والله يرزق الجميع.